بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضيوفنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هيئة قناة السويس، رمز الإرادة المصرية الصلبة التي حفرها أجدادنا المصريون بسواعدهم وأظافرهم ودمائهم ودموعهم لصنعوا شريانا للحياة، ليس لمصر وحدها ولكن للعالم أجمع. وها نحن اليوم وطبقا لتوجيهات سيادتكم لرفع القيمة المضافة لقناة السويس وزيادة عائدتها وتنمية المنطقة المحيطة بها بإنشاء مشاريع تنموية عملاقة تهدف إلى زيادة الدخل القومي المصري، وخاصة من العملة الصعبة، وفتح فرص عمل للشباب المصري الذي هو محور اهتمام سيادتكم الدائم، وتسهيل سبل الحياة للشعب المصري العظيم بمنطقة قناة السويس وسيناء وكافة ربوع الوطن المفدى، والتأكيد على ربط سيناء بقلب الوطن الأم، وحرص سيادتكم الدائم على إعادة بناء وتقوية البنية التحتية للحياة المجتمعية المصرية بجميع أنحاء الدولة، والارتقاء بمستوى معيشة الإنسان المصري في جميع المجالات. وكمثال لما يتم بمنطقة قناة السويس، وخاصة بعد التطوير الشامل للمجرى الملاحي لقناة السويس والذي بدأ يؤتي ثماره مع بدء تعافي حركة التجارة العالمية، وقد شهدت حركة التجارة العالمية بالقناة في شهر ديسمبر الحالي مقارنة بنفس الشهر في عام 2016 زيادة قدرها 12.2% في أعداد السفن العابرة للقناة، وزيادة قدرها 13.1% في الحمولة الصافية، وزيادة قدرها 15.8% في الإيراد بالدولار الأمريكي، وزيادة قدرها 11.7% في الإيراد بالجنيه المصري. كما شهدت حركة الملاحة بالقناة في عام 2017 من يناير إلى ديسمبر مقارنة بنفس الفترة عام 2016 زيادة قدرها 4.6% في أعداد السفن العابرة للقناة، وزيادة قدرها 7.1% في الحمولات الصافية، وزيادة قدرها 5.6% في الإيرادات بالدولار الأمريكي، وزيادة قدرها 89.8% في الإيرادات بالجنيه المصري. كما حققت حركة المنحة بالقناة يوم 9/12/2017 إنجازا تاريخيا بعبور عدد 74 سفينة في الاتجاهين، وبإجمالي حمولات 5.2 مليون طن بضائع في يوم واحد، وهو أعلى رقم حققته قناة السويس في تاريخها منذ التشغيل عام 1869. وكان ذلك لم يكن ليتحقق لولا تشجيع سيادتكم ودعمكم المستمر لهيئة قناة السويس بحفر وتشغيل قناة السويس الجديدة، حتى نكون قادرين على استيعاب هذا النمو المتوقع في حركة التجارة البحرية العالمية والتطور الجاري في صناعة وبناء السفن العملاقة. كما كان قرار إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس لتشمل على مناطق صناعية ولوجستية وموانئ مطورة تكون قبلة العالم الاقتصادية إن شاء الله. ومحور القناة في الفترة القادمة سيكون هو إن شاء الله مستقبل مصر، نظرا للتمتع به من عبقرية الموقع وتمركزها بقلب العالم، وعلى جميع الطرق البحرية التي تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، وتعتبر مركزا لموقع التسويق العالمي الحالي والمستقبلي. وكذا تأكيد وتوجيهات سيادتكم لنا بضرورة الاهتمام بإنشاء بنية تحتية قوية حديثة
وبأحدث النظم العالمية وموانئ المنطقة الاقتصادية. وعلى سبيل المثال ميناء بورسعيد شمالا وميناء العين السخنة جنوبا، وأيضا بالمناطق الصناعية واللوجستية. وكذا العمل على جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم للاستثمار بالمنطقة، وهذا ما يتم حاليا من خلال التنسيق الدائم مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وباقي الوزارات المختلفة وسفارتنا بالخارج لتنفيذ سياسة ترويجية شاملة للمنطقة الاقتصادية عالميا، حيث تم تنفيذ جولات ترويجية خارجية لشرح مزايا الاستثمار بالمنطقة للمستثمرين من مختلف دول العالم. وعلى التوازي، فقد ساعد صدور قانون الاستثمار الجديد والتي تم التصديق عليه مؤخرا والذي تمتع بالعديد من المزايا في جذب الاستثمارات العالمية والمحلية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس. وتتويجا لهذا الجهد المتواصل، فقد تم توقيع 6 عقود استثمار فعلية خلال منتدى شباب العالم والتي توفر مئات آلاف من فرص العمل، وبإجمالي استثمارات حوالي 40 مليار دولار والتي بدأ التنفيذ الفعلي لها على أرض الواقع. إن نجاح الاستثمار يستلزم العمل بجميع الاتجاهات والتنسيق الكامل مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة، ومن خلال وضع تصور كامل لأنواع الصناعات التي تنفذ بالمنطقة ويستفيد منها الشعب المصري والدول الصديقة والشقيقة الراغبة في الاستثمار والتنمية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس. وكل هذا لم يكن ليتأتى إلا بالتنسيق الكامل لما يحدث في البلاد من تطوير شامل لبنيتها التحتية لجميع المجالات، وهذا من ضمن الأهداف الرئيسية لسيادتكم لتكون مصر دولة قوية اقتصاديا وسياسيا ومركز الثقل للمنطقة والعالم أجمع بشعبها وجيشها، مع الحفاظ على الأمن الداخلي بمعرفة شرطتها الفتية. ونحن على يقين بأن سيادتكم لا تدخرون جهدا لدفع عجلة الاقتصاد القومي المصري الأمام بكل قوة من أجل رخاء الشعب المصري العظيم، من أجل أجيال حالية ومستقبلية، ومن أجل استقرار واستدار الدولة المصرية الفتية في حاضرها ومستقبلها بمشيئة الله تعالى. وإننا في هذا الصدد نعمل جميعا في هيئة قناة السويس وشركاتها التابعة، وفي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبكل ما نملك من قوة وبكل الجد والإخلاص لتنفيذ المشاريع القومية العملاقة بمنطقة قناة السويس وتوفير فرص العمل للشباب المصري. ومن تلك المشاريع ما تشاهدون اليوم سيادتكم من مشاريع لخدمة الإنسان المصري ولتيسير الأمور على المواطن المصري، ها هي سلسلة من الكباري العائمة التي تم تصميمها وتنفيذها بالكامل بشركات وترسانات الهيئة لربط شرق القناة بغربها لتسهيل حركة العبور للمواطنين وحركة التجارة بين الشرق والغرب، ولربط سيناء بالوطن الأم مصر، علاوة على الأنفاق الرائعة التي قامت بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ولقد سميت هذه الكباري على أسماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن. ها هو كبر الشهيد البطل الجندي مقاتل أبانوب جرجس، شهيد الواجب والوطن، والذي نال شرف الشهادة على أرض سيناء من الشيخ زويد في 1 يوليو 2015. وأيضا كبري الشهيد البطل العقيد أحمد منسي، شهيد الواجب والوطن، والذي نال شرف الشهادة على أرض سيناء الطاهرة برفح في 7 يوليو 2017. وإننا نتشرف اليوم وبكل فخر بحضور أبناء وأسر هؤلاء الشهداء الأبطال في هذه الاحتفالية تخليدا لذكراهم العاطرة. وهذه الكباري هي جزء من كل، وسوف تستمر سلسلة الكباري العائمة لزيادة الربط والتواصل بين سيناء والوطن المفدى مصر وتخفيف العبء على حياة المواطن المصري. وكذا سوف تشهدون اليوم
بداية المرحلة الثانية من مشروع قانون قناة السويس للاستزراع السمكي باستكمال عدد 4440 حوض استزراع سمكي تزرع على الطبيعة الطينية للتربة وعلى مياه قناة السويس المالحة عالية الجودة، وتماشيا مع ما يتم في مصر حاليا من اكتشافات عظيمة للغاز، فقد قامت هيئة قناة السويس بامتلاك سفينة الخدمات البترولية أحمد فاضل، وكان ذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة البترول. السفينة أحمد فاضل مجهزة تكنولوجيا بأحدث وسائل التعامل مع حقول الغاز، والسفينة جاهزة حاليا لبدء العمل فورا في حقل ظهر لتوفير العملة الصعبة لخزينة الدولة المصرية، وطبقا لمنهجية وزارة البترول في تشغيل مثل هذه السفن. السفينة مصرية والطاقم مصري، وهذا يعتبر اقتحام رائع بهذا المجال وإكساب شبابنا الخبرة العالمية بهذا المجال، وهي خطوة على الطريق الصحيح للاعتماد على النفس. ونحن على العهد والوعد أن تستمر هيئة قناة السويس في الحفاظ على قناة السويس لتظل دائما القناة الأم والأسرع والأعلى أمانا للملاحة العالمية، ولجذب أكبر عدد من السفن للمرور في المجرى الملاحي لقناة السويس، مما سينعكس بكل الخير على الشعب المصري العظيم وعلى خزينة الدولة المصرية، وكذا تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح أقوى منطقة اقتصادية بالمنطقة والعالم، وتكون المنطقة الأكثر جذبا للمستثمرين والاستثمارات. اسمحوا لي أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير والعرفان للسيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مع دعواتنا لسيادته بكل التوفيق والسداد، دعمه الكامل لهيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية، وكل الشكر والتقدير للسيد الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء الأفاضل لدعمهم المتواصل لنا وبلا حدود، وشكر خاص للقوات المسلحة المصرية الباسلة بأفرعها المختلفة العين الساهرة على حماية الوطن وحماية المجرى الملاحي لقناة السويس برا وبحرا وجوا ليلا ونهارا، والذي كان له أعظم الأثر في بث الشعور بالأمن والأمان في نفوس ربابنة السفن العابرة لقناة السويس. وتحية لقوات الشرطة المدنية الفتية في جهودها المضنية لتأمين ورفع مستوى الإجراءات الأمنية على طول المجرى الملاحي لقناة السويس. وتحية للعاملين الأبطال هي قناة السويس والنقابات وشركاتها التابعة والهيئة الاقتصادية وجميع العاملين بالمشاريع التنموية الذين يبذلون الجهد والعرق لإنجاح ودائرة العمل بقناة السويس وبالهيئة الاقتصادية بكل كفاءة واقتدار، فتحية واجبة لهم جميعا. وختاما ندعو الله عز وجل أن يرعى خطاكم وأن يحميكم لمصر ولشعبها العظيم، ومن نصر إلى نصر بإذن الله، ودعوات من الخلق وسر على بركة الله، الشعب المصري كله وراءك ومعك، فالجميع يعمل في بوتقة واحدة تنصهر فيها المحبة والوحدة الوطنية الخالصة والتفاني والإخلاص في أداء الواجب من أجل رفعة مصرنا الحبيبة، وأنت أولهم، فخير الناس وأحبهم إلى الله أنفعهم للناس. وفقكم الله ورعاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستأذن سيادتكم بإعطاء إشارة البدء للمهندس أحمد فريد سليمان لتشغيل كوبري الشهيد البطل أبانوب جرجس بالخنطرة. مساء الخير يا فندم. مهندس أحمد فريد سليمان وكيل مدير الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس. تم تنفيذ كوبري الشهيد أبانوب جرجس بالخنطرة
بطول 350 متر وعرض 15 متر وحمولة 70 طن. استأذن سيادتكم يا فندم في إزاحة الستار. تفضل. اسمحوا لي يا سيادة الرئيس أن نتقدم لسيادتكم وبالنيابة عن جميع العاملين بهيئة قناة السويس وشركاتها التابعة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس بدرع الهيئة بمناسبة تشريف سيادتكم لنا بالحضور اليوم.